حصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو، وهي أعلى شهادات الجودة، وبذلك تعتبر أول مديرية خدمية على مستوى الجمهورية حصولاً على هذه الشهادة. وتعمل المديرية على تقديم الخدمات للمزارعين خاصة والمواطنين عامة، حيث يتم تقديم الخدمات بشكل سريع من خلال تطبيقات منظومة التحول الرقمي، والتي تم تطبيقها ببورسعيد كأولى محافظات الجمهورية. على مستوى الجمهورية احنا المديرية الوحيدة كمديرية خدمية وكمديرية زراعة اللي حصلنا على شهادة الأيزو. احنا عندنا مديرية زراعة فيها 17 إدارة فنية، ما بين الإرشاد الزراعي، ما بين إدارة المكافحة، ما بين الإنتاج الحيواني، ما بين الخدمات الزراعية، ما بين شؤون التعاون، زائد في ثلاث إدارات إدارية وفي ثلاث إدارات ما بين الفنية والإدارية. طبعا لو قعدنا نعد الإدارات هنلاقي 17 إدارة في جميع المجالات، وكل إدارة فيهم منوطة بتقديم خدمة معينة في نطاقها.